خمسة: درس فيستيان، إقصى، قلب، ليف. قال يظنهما سنه شرير وهو ليس كذلك، بل العكس. مع سبستيان الطفل الصغير الذي يبحث عن أمه ويصحى حبين في حالة للبحث عن أمه. هناك طفل في خطر. ماذا؟ هذا الكلب أشعل النار. النجدة كلب يأكل الناس. اضربوه. ارجعوا إلى الخلف، وصلت الإطفائية. ها؟ هرب الكلب، طاردوه. هل أنت بخير؟ تشجع. لقد اعتدى علي الكلب، لقد عضني. لابد أنك لص. لا إنه الكلب، إنه هنا. لا تدعه يهرب. أمسكوه. لا تطلقوا النار. كلب رائع، لابد أنه غالي الثمن. إنه هنا. كلب جبال البيريني مطيع بطبيعته رغم حجمه، ويستخدمه رعاة الماشية لمساعدتهم. في هذه القصة يطارد الناس هذا الكلب. ساعدوني. ساعدوني. لا بد أن سبستيان هو الذي فعل هذا. لن أسامحه أبدا. المكان مظلم جدا. فيكتورين، اعطني الملح. هذا انت يا سيباستيان؟ جدي سيزال ارسلني الى هنا. لست مضطرا للمجيء في البرميل. هو ماذا افعل الان يا فيكتورين؟ ماذا؟ ارايت، قلت لك اولا احمل هذا. هم اتون. انتظر هنا، أسرع، خذ هذه الحلوى واخرج. شكرا لك يا فيكتورين، شكرا. أين سيباستيان؟ سوف ألقنه نفسا. هذا الولد المشاغب. أسعدتم صباحا. شكرا، لم أستطع نقل البرميل بمفردي. لا نستطيع تحمل هذا المشاغب بعد الآن. ماذا حدث؟ لا تكوني سخيفة، ألم تخبئيه في مكان ما؟ أنا أبيع هذه الحلوى، ستضطر لدفع ثمنها إذا أتلفتها. سأجده قريبا جدا. يبدو أنك تستعمل حبوب الفاصوليا في تحضير الكعك، أليس كذلك؟ هذا الأحمق يأكل الحلوى. نعم. هل يزرعون الحلوى في الجبل؟ لابد أنه أخذها من متجر فيكتورين. توقف يا سيباستيان، لماذا لا تذهب إلى المدرسة؟ إنه خائف لأنهم يضربونه بالعصا. إن هذا الأحمق لا يستحق إلا العصا. لا تستطيع الذهاب إلى المدرسة وأنت يتيم. جبان، ولد يتيم الوالدين. ماذا تقول أيها الوقع؟ هل تريد العراك؟ أخ
لقد اختفى. ها هو، لا تضيعه، امسكوه، انه سريع لازمه. حسنا، انه سريع لازمه. سيباستيان، لا تدخل بدون اذن، هذا ليس بحقل. اذا دخلت مره ثانيه. متاسف. لا تدخل المزرعه، لا يمكنك الخروج من هناك، هل فهمت؟ ها هو، ها هو، اسحبه الى الاسفل. لا يستطيع الهروب من هذا المكان العام. رأيت انه عبيط. ماذا افعل يا الهي؟ ثانية، كم مرة نهيتكم عن ذلك؟ ستأسفون إذا ما أزعجتموه مرة أخرى، مفهوم؟ يا لها من امرأة، نحن مفهوم. أولاد بقحون. ماذا يضحكك سيباستيان؟ أتمنى لو أن الدكتور جيوم رأى ذلك. لا تتكلم كثيرا، لابد أنك تعرضت لهم أولا حتى يلاحقوك. أنت محظوظ. أنا محظوظ يا أنجلينا؟ هذا الدكتور دجال لا يهمني أمره، لولا إلا كانوا ضربوك. قلت لك أن تهزأ منهم إذا هم هزأوا منك. لماذا يزعجونني دائما؟ ألي أنه ليس لي أم؟ كيف لكن أنت لك أم؟ أين؟ لم أرها أبدا. إنها هنا. أنا التي كنت أطعمك وأهتم بك وأسهر عليك الليل، هل تعلم أني لم أكن أخبر أحدا عندما كنت تبلل الفراش؟ هل فهم؟ أنا أمك وسأضربك إذا تحدثت عن ذلك مرة ثانية، سوف أحطم رأسك سيباستيان، فهم؟ كفى سيباستيان خجلا، أعذريه، إنه ما زال صغيرا ويحتاج إلى العناية. أرجوك فيكتورينا تتدخلي. هي إلى أين يا سيباستيان؟ سأعود إلى المنزل قبلك. اذهب فورا الى المنزل، اياك ان تذهب الى النبى سيباستيان. هل رايت ذلك؟ بارع دائما. سنصطاد الكثير هذه السنه. انظر، طائر اخر. دعه، هذا الطائر لي. ما هذا؟ اذهب من هنا، اذهب من هنا، هيا. إنه كلب رهيب. لا تطلق النار. أوه. أوه.
اذهب اذهب ابتعد ابتعد لن نفعل لك شيئا. هل أنت بخير؟ الويل لهذا الكلب، أين ذهب؟ سوف أقتله سوف أقتله. ماذا؟ كلب؟ أجل يا سيدي، انظر إلى هذا أيضا أيها المفوض، لقد هاجمني أنا أيضا رغم أنني لم أفعل شيئا ولم أحاول أن أطلق النار عليه. ما شكل هذا الكلب؟ أبيض لاصع البياض، كبير بهذا الحجم، فمه يصل إلى أذني، إنه يشبه الذئب يا سيدي. لقد وصل إلى هنا، يجب أن نعلم سكان البلدة لأخذ الحيطة والحذر. نعم يجب إعلامه. تجمعوا أيها الناس، حضرة المفوض يريد التحدث إليكم بأمر خطير ومهم جدا. أصغوا إلي جيدا، اليوم بالذات ظهر في أعالي جبل جراند باو كلب شرس كبير الحجم، هاجم هذين الصيادين وكاد أن يقتلهما. لقد هاجم أناسا آخرين في أكثر من قرية، فاحذروه جيدا وأطلقوا النار عليه. خذ هذا سنبقى معا. هاي سيباستيان. ها الدكتور جيون. مرحبا، وجدتك. لقد لحقت ببوتشي. هل التقيت أنجلينا وجد سيزال في البلدة؟ لا، أنا عائد من عند السيد فيرمونت، تحسنت صحته. ها هل تشجرت ثانية؟ لا لا يهم، أنا بخير. أنا الطبيب، افعل كما أقول. أخ مهلا، غدا ستكون بخير. سيباستيان، ألا تعتقد أنه حان الوقت لتذهب إلى المدرسة كالآخرين؟ اتركني من هذا الموضوع، أستطيع عد الإرقام. جدي سيزال علمني ذلك. 1 2 3 4 5 6. ولكنك تستطيع تعلم أشياء كثيرة في المدرسة لم تتعلمها من سيزال. أعرفها، عندما يكون هناك غيم أسود فوق الجبل فذلك يعني أنها ستمطر. هناك الكثير من الناس والمدن والقرى وراء جبل جراند باو، لم يخبرك أنا أحد، وتقدر أن تتعلمها في المدرسة. العالم كبير، حتى أنا ما زلت أجهل أشياء كثيرة. اذهب إلى المدرسة ولو ليوم واحد وسيصبح لك أصدقاء كثر. سأفكر بالأمر يوما ما. بوتشي تعال تعال. إلى اللقاء يا دكتور سيباستيان. إلى اللقاء إلى اللقاء. أسكت يا بوتشي أسكت. كلب جميل. إنه كبير جدا. هذا أنت يا سيباستيان؟ نعم. وأخيرا سنذهب معا إلى الصيد غدا. ماذا جرى؟ لا تبدو بخير يا ولدي. لا لا شيء. لا تضطرب، هل تعاركت مع أولاد القرية؟ جدي أنا لا. الطعام جاهز.
سيباستيان اذهب واغسل يديك. نعم. لابد أن الكلب ذهب إلى الكوخ ليختبئ. سيباستيان! مرحبا! جاء لقد عدت! هل كنت ولدا عاقلا هذا اليوم؟ صباح الخير جميعا. أهلا وسهلا. أتيت في الوقت المناسب، ستشاركون الطعام. حساء اليوم مختلف عن غيره. رائحته جيدة. إنما يجب أن أوصل بعض المعلومات الهامة إلى مراكز أخرى. لماذا؟ هل حصل شيء جديد؟ لقد ظهر في أعالي جبل جراند باو كلب شرس وضخم. سمعت عن هذا الكلب، يقال إنه كلب أبيض كبير وشرس. يقال إنه من نوع كلاب جبال البرنيه. كلب جبال البرنيه لا يؤذي أحدا يا بني. لربما كان يملكه شخص رحل عنه وتركه وحيدا دون رفيق. مفوض الشرطة في ليون قال بأن نقتله. شكرا، لابد أن مالك الكلب كان سيئا. يبدو أنه جائع، إنه يهاجم الجميع حسب ما يقولون. لعله يأتي إلى هنا لمشاركتنا طعامنا، ما رأيك جان؟ لابد أنه يراقبنا وينتظر حصته من الحساء. كن حذرا عندما تصعد إلى الجبل. نعم، لا تقلق علي يا بني، لا تقلق. تعال يا بوتشي. إلى أين ذهب؟ سيباستيان، أين أنت؟ لم أدعك تتناول طعامك، سوف أعاقبك. لقد ذهب، ماذا سنفعل إذا هاجمه ذلك الكلب الجبلي الشرس؟ لا داعي للقلق، أنا سألحق به. انتبه. هذا الكلب سريع جدا. لا تدعاه يهرب، هذا غير نافع. انتظر. من هنا، اتبعني من هنا. هيا اسرع. يبدو انه ذهب بهذا الاتجاه. من هنا. تعال أسرع بسرعة. هيا تعال، ادخل من هنا بسرعة، لا تخف، سيجدونك هناك. أسرع، هيا أسرع، ادخل. ألم تفهم؟ بسرعة. هيا. سيباستيان، ماذا تفعل هنا؟ وجودك هنا خطر. أرأيت الكلب الشرير، الكلب الأبيض الذي يهاجم الناس ويعتدي عليهم؟ لم تغير من عاداتك، الكلب الشرير في المنطقة، إنه خطر. عد إلى المنزل. إنه ليس هنا، بحثت في كل مكان يا سيد المفوض. الكلب الأبيض ذهب في تلك الناحية. هل رأيته فعلا؟ نعم. حسنا، هيا بنا. هم.
لا تخف لا تخف. لقد رحلوا، اخرج، انت تعب ولابد انك جائع. خذ هذا خبز وجبنة، هيا كل. بوتشي كن هادئا. إلى أين ذهب؟ ما أجملك. بال، سأناديك بال. لنكن أصدقاء يا بال. وهكذا اتضح لسيباستيان بأن الكلب الأبيض الذي اعتبره الجميع كلبا شريرا هو على عكس ذلك كلب لطيف، ونشأت بين سيباستيان والكلب علاقة صداقة ومحبة، وأصبح من الصعب على الاثنين أن يفترقا. ترى أي قدر ينتظر الصديقين الجديدين؟ للقلق عليك. كنت أبحث عن بال للكلب الأبيض، لكن أنجلينا كانت قلقة جدا وهي تخاف دوما من أن تصاب بأي مكروه. يجب أن نعود بسرعة. أنجلينا تخاف كثيرا. أنجلينا أنجلينا أين كنت حتى الآن؟ فتشت عنك كثيرا. كنت ألعب، كنت في الجبل. الجبل؟ منعتك عن الذهاب إلى هناك بسبب الكلب الأبيض الشرس. إنه ليس بالكلب الشرس. ها؟ قل الحقيقة سيباستيان، ألم تلتقي بهذا الكلب الأبيض الشرس؟ كلا، لا أعرف عنه شيئا. سيباستيان ستندم إذا صعدت الجبل مرة ثانية، لن أدعك تأكل. إذن ما زلت مستيقظا، قل لابد أنك جائع. إنه من طعام العشاء الذي جهزته أنجلينا. أنجلينا؟ لا يمكنك النوم ومعدتك خاوية، يبدو أنها تعنفك. تعنفك دائما، لكنها تحبك كثيرا يا بني. نعم أنا أعرف. أنا أريد أن أعترف. في الحقيقة التقيت الكلب الأبيض. ماذا؟ كنت تعلم؟ كنت أعرف أن سيباستيان سيذهب لرؤية الكلب، لكني لم أكن خائفا منه. كان كبيرا جدا ونظرته كانت رقيقة رقيقة جدا جدا. إنه ليس كلبا شرسا. نعم نعم، كلب جبال البرني طيب. إنه لا يؤذي إذا لم يضيق أحد، لا بل إنه يساعد الضائعين في الجبال دائما.
أسمعته بيل، أيعجبك هذا الاسم؟ بيل؟ لكن يا سيباستيان، الكوخ يقع على منحدر قوي، لا تذهب إلى هناك وحيدا بعد الآن، قد تتعرض لبعض الأذى، أفهمت يا بني؟ حسنا. هيا نام الآن. نعم جدي. أخذت له بعض الأكل. الكلب الأبيض الكبير، الكلب الأبيض الكبير، الكلب الأبيض الكبير. نلتقي غدا. حسنا. لا تؤذيني. أعطيني البندقية. إنها في الدكان. أسرع، اختفى. هل هو خائف منا؟ نعم، إنه خائف مني. لنطارده، هيا بنا. أسرع. ها هو، وجدناه. النجدة، النجدة، لنلحق به. انتظر قليلا، هذه القطعة من اللحم. لكن هذا لن يعلم أحد، سنلقي اللوم على الكلب. فهمت اللعبة، فهمت. أين ذهب؟ عند أسفل المنحدر. ها هو هناك. أرجوه. قالوا إن الكلب زهر في البلدة، ننطق به. هيا هيا. هناك. أرجوه أرجوه أرجوه. ماذا؟ كلب أبيض كبير حاول أكل طفلي يا سيدي، أمسكوه، أسرعوا. محاولة قتل المجرم كلب أبيض كبير. سرق قطعة لحم، ذلك الكلب سرقها. هل حقيقة الكلب الأبيض سرقها؟ نعم، أفضل قطعة اختفت من متجري. صدقني يا سيدي. أنا رأيته يأخذها يا سيدي،
نعم نحن شاهدان على ذلك. سرقة لحم، السارق قلب أبيض كبير. لا يمكننا العيش بأمان والكلب حول القرية يهدد الجميع. يجب القيام بشيء ما على الفور. أمسكوا به. قضوا على عيش كالمانيول. نعم سيدي. اتصل بدورية الجبل واجعلهم يطاردون الكلب الأبيض فورا. سيباستيان، هل أنت تشاهد الكلب؟ الكلب؟ كلب أبيض كبير من جبال البيريني. أتينا لإمساكي به. اليوم حاول قتل طفل ثم سرق اللعب من متجر سيد بودور. لابد أنك رأيته لأنه قد عاش في الجبل. طردوه، الحق به. الكلب الشريك بسيباستيان ولا إيمان بعضهما البعض. ولد يتيم. أي ماذا تفعلون هنا؟ إنه الدكتور جيوم. ماذا تفعلون لو هجمكم الكلب أثناء شجاركم؟ لنذهب من هنا. أوقف يا سيباستيان، ما المشكلة؟ المشكلة أنهم دائما يسخرون مني لأني يتيم الأم. لماذا للجميع أمهات وأنا من دون أم؟ تركوك لوحدك لأنك دائم الانعزال، الجميع في المدرسة. لن أذهب إلى المدرسة أبدا، لا أريد أن أراهم ولا أن ألعب معهم. توقف سيباستيان. أبدا. سيباستيان. أي ولد سيباستيان؟ سيباستيان، ماذا تفعل هنا؟ جا. نحن ذاهبون لملاحقة الكلب الأبيض والقبض عليه. هل ستطلقون النار عليه؟ نعم، يجب أن نقتله. اليوم هاجم القرية واعتدى على البعض. هذا كذب، بل لا يهاجم القرية. بل تعني الكلب الأبيض؟ كلا، أنا لا، فقط لقد شاهدته، التقيته، أليس كذلك يا سيباستيان؟ جون. نعم سيدي. اصغي إلي يا سيباستيان، الكلب الأبيض كلب شرير لا تدنو منه. اذهب فورا إلى المنزل، هل فهم؟ إلى اللقاء. لا، لم يعد إلى المنزل بعد، لماذا؟ ليس بعد، غريب، طلبت منه العودة فورا. عندما التقيت سيباستيان منذ مرهة طلب مني عدم قتل الكلب. ربما ذهب للبحث عنه، يبدو أنه مهتم به كثيرا ومتعلق به. ماذا سيفعل سيباستيان إذا هاجمه الكلب الأبيض؟ لهذا السبب قلت لسيباستيان ألف مرة، جان أرجوك ابحث عنه، أسرع. سأفعل، سأذهب وأبحث عنه. جدي. دعي الأمر لي، فأنا أعرف أين أجده. جدي كن على حذر. أعرف أعرف. سأعود للحاق بالدورية، إلى اللقاء.
هو. سيباستيان. لا انتظر يا سيباستيان، لقد كبرت، تعبت حتى استطعت اللحاق بك. ما اسمه؟ ما اسم الكلب الأبيض؟ إنه بيل. صحيح بيل، اعتقدت أنني سأشاهد بيل أيضا وأنا أتبعك في هذه الجبال الوعرة. تأخر سيباستيان، ماذا جرى له يا ترى؟ سيباستيان، إنني أسيء إليك بمعاملة لطيفة، سوف أكون صارمة معك، سأعاقبك، سأضربك، دكتور كيان. ولماذا تردين معاقبتي وضربي؟ آسفة دكتور، اعتقدت أنك سيباستيان. نعم. حسنا أرجوك تفضل. شكرا لك. آنسة أنجلينا، أنا آنسة أنجلينا، أريد أن أتكلم معك. تريد التحدث معي؟ نعم يا أنجلينا، ولأمر هام جدا. هل الأمر يتعلق بي؟ أعتقد ذلك، وقد يزعجك بعض الشيء. إنه بخصوص سيباستيان. سيباستيان؟ ماذا جرى له؟ هل تعرض لأي حادث؟ كان يتشاجر مع البعض منذ برهة، والسبب أن ليس له أم، والأولاد يسخرون منه دائما. أنجلينا، ألم يحن الوقت لإطلاعه على الحقيقة؟ لقد نضج ويجب إعلام واقع أمره. بيل انتظر يا سيباستيان، هذه هي الحدود، لا تذهب من هذه الناحية، فهي الحدود بين فرنسا وإسبانيا، ولا يمكنك عبور الحدود بحرية، بالإضافة إلى أن هذه الطريق قديمة وخطيرة. لنذهب إلى الكوخ المأوى. حسنا، كن حذرا. لقد مشينا كثيرا، سيجدنا إذا بقينا هنا. هل سيأتي فعلا؟ نعم سوف يأتي قريبا. أكيد. أجل أرجوك أجدي، حدثني عن أمي. اجلس وسأخبرك. أريد أن أعرف كل شيء. ولما هذا الإصرار يا بني؟ حتى لا يسخر مني الأولاد لأني يتيم. ربما آن الوقت لكي تعرف الحقيقة كاملة يا بني. منذ 7 سنوات كانت تثلج هنا، كنت عائدا إلى المنزل بعد صيد الثعالب. التقيت بامرأة. ماذا تفعل هذه المرأة في يوم مثلج كهذا؟ كنت قلقا. ماذا حصل؟ كنت قلقا جدا. سيدتي هل أنت بخير؟ كانت باردة كالثلج، كانت ستموت لو تركتها في حالها هذه، أخذتها إلى الكوخ. كيف تشعرين الآن؟ الإزعاجك، أنا بخير الآن شكرا. لا إزعاج، ما هو اسمك؟ اسمي إيزابيل.
من أين أنت قادمة؟ مارسيليا، أنا من أفراد فريق كارلوس. لكن ماذا تفعلين في جبل كهذا وفي مثل هذا الطقس المقلق؟ شكرا، يسعدني مساعدتك، فإذا كنت بحاجة سأرزق طفلا وأنا لا أجد مأوى. إيزابيل كانت امرأة غجرية. ما معنى غجرية؟ الغجر يشكلون فرقا تنتقل للغناء والرقص في جميع أنحاء البلاد. إيزابيل كانت واحدة منهم، تزوجت من فنان في إيطاليا وانفصلت عن الفريق للعيش معه. إنه والدك. لكن بعد مضي عامين على ذلك الزواج توفي والدك بسبب المرض، فانضمت إيزابيل إلى الفريق الغجري مرة ثانية بعد أن عانت ما عانت. عندها اكتشفت أنها حامل، وحسب قوانين الفرقة كان يجب أن تلد الطفل بمفردها، فأتت إيزابيل إلى الجبل لتلد طفلها، فأضلت الطريق ولم تلتقي من يساعدها. لقد انتهى الأمر. إنه طفل جميل، انظروا إليه، إنه صبي، أليس ولدا ظريفا؟ أطلقنا عليك اسم سيباستيان تيمنا بجدك لوالدتك. لا تسمح قوانين الغجر بالزواج من الأغراب، ولا تسمح بإنجاب الأولاد منهم، فإذا علموا أن إيزابيل رزقت بولد سيتركونها لوحدها وتصبح دون أي معيل يهتم بها وبالولد. سأعود لأخذه عندما يتفهمون وضعي. حتى ذلك الوقت أرجوكم أن تعتنوا به. لا تقلقي يا إيزابيل، اطمئني على ولدك. سأهتم به جيدا. كوني حذرة. سيباستيان ولدي، انتظرني، سأعود لأخذك يوما ما. ذلك الحين وتسأل عني؟ سمعت أنها تعمل مع الفرقة في إسبانيا. في إسبانيا؟ وعدتني بأنها ستعود بعد أن تكون قد كبرت واتفقت بخصوصك مع الفرقة. إذن أنجلينا ليست أمي، وأنا لست يتيمة، لن يسخر مني أحد. ولكنها تحبك كأمك. أين أنت ذاهب؟ سأذهب وأحاول إجابة بل في الخارج. سأخبره بأن لي أما لست يتيما، لست يتيما. بن، هذا أنت؟ أنا سعيد لرؤيتك. أنا سباستيان.
سباستيا وأنت صديقي الآن فهمت عليك. فهمت؟ سباستيا اخرج من هناك، ابتعد عن الكلب. ابتعد عن الكلب بسرعة يا سباستيا. لا تطلقوا النار عليه، بل اذهب اهرب اخرج من هنا. اطلقوا النار. ابتعد من هناك. لا، لن ادعكم تقتلوا، لن ادعكم تقتلوا صديقي بل. لماذا لا أحد يفهم أمر بيل؟ من هذا يا بوتشي؟ الأمر خارج عن إرادتنا. سيباستيان يعتقد أن الكلب لطيف، لكن يا جدي الجميع في القرية غاضبون لأن سيباستيان ساعد الشرير الأبيض. بالطبع لا أريد القيام بأي عمل يحزن سيباستيان. القرويون يقولون إنه إذا هاجمه الكلب ثانية فسيكون ذلك بسبب سيباستيان. لن يمسك ببل أبدا. سيكون كل شيء على ما يرام. سنحصل على الجائزة، لن ندعه يفلت هذه المرة. ماذا ستفعل بالمال؟ سأشتري من حانوت جورج كل ما أشتهي. وأنا أيضا. أصبح قريبا منا الآن. انتظر حتى يلتهمها. حسنا. هيا عضها. أخطأت. جواء أطلق النار، أطلق النار بسرعة. ماذا يجب أن نفعل؟ لنهرب بسرعة. هل سيطاردنا؟ الشرير الأبيض هجم علي. النجدة، النجدة سيقطع رجلي. هذا أنا يا جوان. ارفع قدمه. هذا أنت؟ أين إذن الشرير الأبيض؟ توقفوا لا تتقدموا. إذن هاجمكما مرة ثانية. انظر سيدي المفوض، حاول التهام رجلي. نعم رجلي يا سيدي. هذا معقول؟ هذا صحيح، هذا صحيح، كان فمه مفتوحا هكذا. على كل حال بالكاد نجونا منه. لا يمكننا التجول بوجود هذا الكلب. يجب أن نتخلص منه قبل أن يقضي علينا. لا يمكننا تحمل ذلك أكثر، يجب أن نفعل شيئا. حسنا سأتدبر الأمر. وأنت أيضا سجين معي. سباستيان أين سباستيان يا سيزال؟ ما بكم جميعا تأتون إلى هنا؟ أحضر سباستيان إلى هنا فورا دون أي اعتراض، هل فهمت؟ ماذا تريدون من سباستيان؟ أريده أن يخبرنا عن مكان الكلب، هو الوحيد الذي يعرف ويمكنه مساعدتنا. كيف يمكن لسباستيان أن يعرف بمكان الكلب؟
انظر إلى هذا، هذا من صنع الكلب الشرير. أحضر سيباستيان إلى هنا. لماذا تريدونه؟ هل فعل لكم شيئا؟ لا لا، أريد أن أطلب من سيباستيان عدم حماية الكلب فقط. ماذا تفعلون هنا؟ أنتم جميعا راشدون، سيباستيان مجرد ولد. إذا كان لديكم وقت لإضاعته فاذهبوا إلى الجبل وحاولوا إيجاد الكلب الشرير. على كل حال قولي لسيباستيان إنه سيندم إذا طرد طريقنا ثانية. ألا تعتقد ذلك؟ بل قوي، لن يتمكن منه، سيجدني ويأتي إلي. ألا تعتقد أنه سيأتي إلى هنا؟ الركوب على ظهرك؟ تمهل وإلا سأقع. هذا الكهف الكبير، هل ستشكر بيل أيضا؟ لا بأس، لا داعي للخوف من بيل. مساء الخير، مساء الخير جميعا. مساء الخير دكتور جيوم. ماذا جرى؟ أنت هادئة اليوم على غير عادة. لم يعد سيباستيان إلى المنزل بعد. أرجو ألا يكون قد ذهب إلى الجبل. قلت له بعدم الصعود إلى الجبل وتركته في غرفته. دكتور جيوم، دكتور جيوم، أرجوك تعال معي بسرعة. إلى أين؟ إلى الجبل طبعا، سنحاول العثور على سيباستيان. لكن الظلام بدأ يخيم خارجا. من الطبيعي أن يكون الليل مظلما. ها ماذا قلت؟
لكن ماذا لو تهنا في الجبل؟ هل أستطيع أن أطرح سؤالا؟ هل ستدع أنسة ضعيفة مثلي تذهب بمفردها إلى الجبل وتتعرض للخطر؟ طبعا لا، لن أفعل ذلك أبدا أبدا. حسنا، حاول واثبت لي ذلك إذن. فهم، سأذهب معك بالرغم من الظلام حتى لو تهنا وتعرضنا للخطر، سأفعل. هيا لنسرع. انتظران، الأفضل أن تبقيا هنا، لقد تأخر الوقت. لكن ماذا لو هاجم الكلب الشرير سيباستيان يا جدي؟ لا تقلقي، بيل لا يهاجم الناس ولا يؤذيهم. ولكن وأيضا قلت لسيباستيان ألا يسير في الجبل أثناء الليل، أنا متأكد أنه ينتظر الفجر كما علمته. غدا سنذهب أنا وأنت للبحث عنه، سنجده بسرعة، الأفضل أن ننتظر الفجر، ألا تعتقدين ذلك يا أنجلينا؟ نعم. الأفضل أن لا أتحرك من هنا، لا أستطيع السير بقدمي هذه. أنت لا تمعنى إذا بقيت هنا، أليس كذلك؟ شكرا لك بال. آسف يا بال، لن أضحك بعد الآن. أريد أن أشفى بسرعة حتى أتمكن من السير معك. تجده يا بوتشي، اذهب وفتش هناك. ماذا حصل؟ ماذا؟ هل ذهب بال؟ إلى أين؟ لقد عدت، أين كنت؟ كنت قلقا عليك. ذهبت لتحضر هذا؟ شكرا. شكرا يا بال، شكرا، لنأكل منه. إنه لذيذ. هل تريد منه أنت أيضا؟ خذ وكل. لا تقترب من الحافة كثيرا. أين سيباستيان؟ لا تقلقي، سنجد سيباستيان قريبا. لابد أنه في الكوخ. سيباستيان، ليس موجودا هنا. إلى أين ذهب؟ لا تقلقي، سنبحث عنه في أماكن أخرى.
ما الأمر؟ هذا هو المكان نفسه. ماذا؟ هنا ولد سيباستيان. بدأ المكان يتداعى أيضا. منذ 7 سنوات كان جميلا جدا. أنجلينا، أنت ربيت سيباستيان حتى الآن، أعرف شعورك نحوه، لنذهب ونحاول إيجاده في مكان آخر، هيا بنا. قلت له أن لا يخرج، لقد تسلل إلى الخارج، أنا أعرف ذلك، عندما أجده لن أكتفي بالصفا. سأريك يا سيباستيان. ماذا يفعلون؟ انتظروا أرجوكم، هل يجب أن تمشط الجبل؟ بالطبع، لا يمكننا ترك الكلب الأبيض هكذا يا دكتور. لكن سيباستيان في الجبل، ماذا لو أصابه مكروه أثناء المطاردة؟ لا تتمادى بعواطفك تجاه سيباستيان رغم أنك تحب أنجلينا، هل فهمت يا صديقي؟ أنا لا. لا يمكننا تحمل ذلك بعد الآن. إلى اللقاء. جون، هل أنت ذاهب أيضا؟ نعم، إنها الأوامر. لا تقلق على سيباستيان يا دكتور غيوم، سنقتل الكلب الشرير فقط. لكن إذا قتلت الكلب سيحزن سيباستيان كثيرا. لا مفر من القيام بذلك، هذا لصالح القرويين. سأبدأ بالسير لوحدي. انظر، يمكنني السير لوحدي، إنني مدين لك بهذا. أنا بخير، لقد شفيت تماما. لماذا لا تأتي معنا يا بال؟ جدي سيتفهم الوضع وسيحبك. بال، ما الأمر؟ لن أذهب إلى المنزل، سأبقى هنا. ماذا لو وجدك القرويون؟ هل تمانع يا بال بأن أبقى معك؟ تعال نقطف التوت البري. موافق؟ أنا شائع الآن. يقول إنه يجب أن أذهب إلى المنزل. أنا جائع. هيا لنذهب ونقطف التوت البري. هيا. أنا بخير، تعثرت بقدمي. شكرا يا بال، شكرا. حسنا، لنفترق الآن، سنذهب من هذه الناحية. أنتم أفراد دورية الجبل، اذهبوا من هذه الناحية. ما أن تجدوا الكلب الشرير اقتلوه. هيا بنا. أنت تركض بسرعة يا بال، هذا رائع. هناك التوت البري. ماذا حصل؟ هناك الكثير من تبدو لذيذة يا بوتشي، خذ.
أوه إنها كمية كبيرة. هذا يكفي. ما هذا؟ ما هذا؟ بال 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 على ماذا تصوبان؟ اذهبا من هذه الناحية. ذهب من هنا، حاول أن تسبقه. لن أدعه يفلت أبدا. الضجة قادمة من الغابة، ها هو. من أين اتجه يا ترى؟ لقد بدأوا المطاردة. أمر رهيب أن يكون سيباستيان مع الكلب. إن الذين يعرفون هذا النوع من الكلاب يخطئون بإطلاق النار عليه. سيباستيان بل بل أسرع بل. أين أنت يا بل؟ بل بل لا تطلق النار. الكلب الشرير أين ذهب؟ من هنا. لا تطلقوا النار، لا تطلقوا النار، لا تطلقوا. ها هو سيباستيان. أنت بأمان؟ كنت قلقة جدا. لا تصعد إلى الجبل مرة أخرى. عدني بذلك سيباستيان. ماذا جرى؟ بل سيقتلون بل. دعوني أذهب. دعيني. لا، إذا ذهبت ستقع في المتاعب. لكن يجب أن أساعد بل. أتركيني أتركيني. كلا كلا أبدا، بل ستبقى معنا. دعيني يا بل. سيباستيان، أنجلينا على حق. لا أريدهم أن يقتلوا بل. ابقى هنا ابقى. لكنهم سيقتلونه سيقتلونه. دعني أذهب. دعني دعني. بل بل ماذا حدث لبال؟ ماذا؟ ذاك الكلب فعل حسنا بهربه. كان محظوظا. إذا ما زال حيا. يا لك من ولد سيء، تقلقنا دائما. لن أدعك تصعد إلى الجبل أبدا. انتظري يا أنجلينا، لا أحب الاستقبال، لا أحب. تأكل الليلة بسبب سلوكك، مفهوم؟ أنجلينا، لست مضطرة للمبالغة هكذا. أنت أفسدت سيباستيان، إذا لم أعامله هكذا فلن يفهم أبدا. لكن أتريد الدخول إلى الإسطبل أيضا؟ لا شكرا شكرا. دم هذه أنت سيباستيان. لا فائدة. مم.
يا فوتشي لا تبكي. هل فعلا هرب بال دون أن يصاب؟ لا يمكننا فرض السلام إذا بقي الكلب الشرير حرا، سنطارده بفرق مزدوجة. كما قلت سابقا ستحصلون على جوائز مالية إذا استطعتم قتل الكلب الأبيض الشرير، مفهوم أيها الرجال؟ نعم سيدي. الجائزة المالية ستكون لنا. صحيح، يجب أن نجده بأنفسنا. هل نذهب معا؟ حسن. أنجلينا، أنجلينا، هل خرج سيباستيان ثانية؟ لا تقلق، أنا منتبهة عليه جيدا ولن أدعه يخرج. حسنا، يجب أن لا تدعي يصعد إلى الجبل ثانية، لأن الناس منزعجون كثيرا من الكلب الشرير. لا داعي لأن تقلق أبدا، سيباستيان محجوز. فهمت، أين هو الآن؟ في الإستابل. ولماذا؟ عاقبته بحجزه هناك، رضي بذلك وهو هناك جالس بهدوء. ماذا تفعل سيباستيان؟ سأجده، لن تفلت مني. الآن توقف توقف. أمسكتك. أنجلينا، هل تسمحين لي بالخروج ثانية؟ طبعا لا، سوف تبقى هنا إلى الأبد. ارتحنا كفاية، لنذهب، المفوض سينزعج. أنت على حق. سأذهب من هذه الناحية. وأنا سأذهب من هذه الناحية. بصراحة أتمنى أن لا ألتقي بالكلب الأبيض. تبدو تعبا جدا، ما بك؟ ايه، التقيت الكلب الأبيض الشرير في الجبل. ماذا؟ الكلب الأبيض؟ نعم، لكن هذا الكلب قد لا يكون شريرا. ليس كلبا شريرا. لم يهاجمني عندما رآني. جو، لماذا جازفت بحياتك؟ ذلك الكلب أنقذ حياتي، قد يكون لطيفا كما قال سيباستيان. أعرف، سامحك الله يا أنجلينا. هل أنت صاحي يا سيباستيان؟ جدي جدي، ماذا تفعل يا جدي؟ لا شيء لا شيء. أنت تريد إخراج سيباستيان، أليس كذلك؟ لا لا لا، سوف تفسده بمعاملتك هذه. لماذا أنت هنا وماذا تفعلين؟ أنا في الحقيقة جئت لأرى إذا كان سيباستيان عاقلا أم لا.
الأفضل أن تعود إلى السرير فأنت تعب. لما لا تصبحين على خير. ما هذا؟ ألا تعرف الساندويش؟ أعرفه لكنني لا أريده. لم أحضره لك بل لبوتشي يا ذكي. اسمع، لم أسامحك بعد على ما فعلته، فهمت؟ لا تنسى ذلك، مفهوم؟ ألا تريد أن تأكل ما أحضرته لك أنجلينا؟ ألا تريد؟ تريد أن تأكل؟ لن يكون طعمه جيدا، أراهنك. إذا كل لوحدك، أما أنا فلن أكل أبدا. بوتشي، إذا أكلت بسرعة ستصاب بعصر هضم. معدتك تؤلمك؟ إذا توقف عن الأكل. حسنا، سأساعدك حتى لا تمرض. أتساءل ماذا يفعل بيل؟ قد يكون جائعا الآن. حسنا بوتشي، اذهب وفتش عليه. احضر هذا السلك هناك. بوتشي، اريد السلك. بوتشي، هذا. بوتشي لا تلعب، احضر السلك الى هنا. بوتشي، اريد السلك. بوتشي، هذا. كلا، لا اريد هذا، لا اريدها. اذهب. نعم، هذا هو، عظيم. عظيم يا بوتشي، عمل جيد.
نذهب. جدي جدي هذا فظيع. ما الأمر؟ سيباستيان ليس في الإسطبل. ها؟ لقد استطاع الهرب وفتح الباب. قام بعمل جيد يا أنجلينا. جدي ليس هذا وقت الضحك، ذهب للبحث عن الكلب الشرير سيباستيان. إنه بخير، الكلب لا يؤذي سيباستيان، لا تقلقي. أنجلينا، هل أنت متأكدة أنك أقفلت الباب على سيباستيان؟ فرقة المطاردة خرجت لملاحقة الكلب الشرير. فرقة مطاردة؟ هل هرب ثانية؟ صعد إلى الجبل ثانية. إلى الجبل. الفرقة قررت قتل الكلب الأبيض اليوم. ماذا ستفعلين إذا طورت سيباستيان بالأمر؟ الأمر خطير. جدي. جون، ماذا حدث لك؟ أنت لست نفسك منذ البارحة. لا لا شيء. كالمانيول، الكلب الشرير سيظهر ثانية. لا تخير مسرع. قادمون للبحث عنه، يجب أن نهرب بسرعة. هيا. لا يا بوتشي، يجب أن يهرب بال فورا. فرقة المطاردة قادمة، هيا بنا يا بال. لا تدعوه ينجو هذه المرة. يمسكون بك، اهرب بسرعة. اذهب بل اهرب.
هيا بنا بسرعة. هذه منطقة خطيرة. لا تقلق يا أنجلينا، إنه بخير. سيباستيان، أنا سعيدة، سعيدة أنك بخير. الكلب الأبيض الشرير؟ لا تقلقي، لا لا تقلقي. بال، لا بال، بال ابتسم إنهم أصدقائي. لا يا بال. إذن أنت هو بيل. تعال يا بيل. حسنا أنا سعيدة، سعيدة أنك بخير. عجلنا، لا أستطيع التنفس. أنت ولد سيء، تقلقني كثيرا. أنا آسف، أنا آسف أنجلينا، أردت مساعدة بيل فقط. لا بأس، هيا بنا إلى المنزل الآن. بيل هيا بنا. سيباستيان، سيباستيان، لا يا سيباستيان توقف. آسف يا أنجلينا، انتظرني. أيها العجوز، إلى أين ذهب الكلب الشرير؟ الكلب الشرير؟ لم أشاهد كلبا. لا فائدة من الكذب يا استزال، رأيت سيباستيان لتوي مع الكلب، هيا أخبرنا فورا. ربما رأيت أرنبا واعتقدته الكلب الأبيض. شكرا، شكرا يا بيل. الكلب هرب إلى حدود البلاد. حسنا، هذا هو الممر الوحيد المؤدي إلى الحدود، وهو ينتهي هناك. ابتعدوا أرجوكم، لا تذهبوا، لا تذهبوا. الكلب هو صديق سيباستيان، أرجوكم لا تطلقوا النار عليه. إذا لم تتوقف عن هذا فسأضطر لسجنك بتهمة عرقلة مسيرة القانون. افعل ذلك إن استطعت، لن أدعك تقوم بعملك هذا. أنت أيضا. سأحميهما معا، جدي وسيباستيان. الكلب ليس شريرا، أنتم جميعا مخطئون، أرجوكم أن تفهموا ذلك. هذه هي الحدود، لا يمكنك عبورها،
سيباستيان لا. سيباستيان أنت لم تذهب خارج البلد أليس كذلك؟ سيباستيان هل ستذهب مهما كلف الأمر؟ سيباستيان إذا بقينا هنا سيقتل بال، سيقتل. سيباستيان لقد ربيتك مذ كنت طفلا، أعطيتك الحليب، قمت بتغيير ملابسك، اعتنيت بك واهتممت بأمرك. أنجلينا أحبك كثيرا، أرجوك دعين أذهب، أرجوك أرجوك يا أنجلينا. أنا خائفة عليك. هيا اذهب وكن حذرا. شكرا يا أنجلينا. هذه البلاد الآن. اليوم سنحاول إيجاد مكان للنوم فوق هذه الأماكن الصخرية. حسنا يا أعضاء فرقة الاستكشاف هيا بنا. Regardez ce beau soleil qui brille. Nous voulons chanter une chanson jolie dans lequel les bleus, le ciel les vaste. Partons en voyage dans ce beau pays. لكن
إنها تثير الضجة. نعم الضجة قوية. أطلق النار عليها مرة أو مرتين، ستهرب إذا أحدثت الضجة. إنهم يخافون الضجة. ماذا جرى أيها الصبي؟ أرجوك أطلق النار بسرعة. لماذا تتردد؟ يبدو أنك تخاف الذئاب فعلا. جبان جبان الشجرة 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 تهوى. أيها الولد ارمي البندقية لي. أرجوك ارمي البندقية لي. أرجوك هناك حاضر. لا شكرا لكما على مساعدتنا. كنا فعلا في ورطة. من أنتما؟ كنت فعلا رائعا يا ولدي. نعم صحيح. من أنا؟ نعم أنت. نريد أن نشكرك، لقد تغلبت على الذئاب. بل هو الذي تغلب على الذئاب. نعم إنه هو. أنت ولد طيب لتقول هذا. لأنني اختبأت؟ لا، لقد هربت لتلفت انتباه الذئاب. كنت أعرف ذلك. لم أشاهد أبدا ولدا شجاعا مثلك. وأنت؟ وأنا أيضا. من أين أنت قادم؟ من أين؟ من هناك، من هناك. مسافة بعيدة. إلى أين أنت ذاهب؟ هذا الاتجاه. أي اتجاه؟ لا بأس، لا فرق، بدأ يحل الظلام. لما لا تأتي إلى منزلنا الليلة يا ولدي؟ إلى منزلكم؟ إنه قريب من هنا، نريد تكريمك كعربون على امتناننا لك. سنكون ضيفان في منزلكم؟ بالطبع، هيا بنا. ما الأمر يا بال؟ أنت تخاف هذين الرجلين؟ لا بأس يا بال، سوف يقدمان لنا الطعام وننام في منزلهما. هذا صحيح، لن نسيء معاملتكما أبدا. نعم هذا صحيح. حسنا هيا بنا يا بال.
لقد وصلنا. هل هذا هو المنزل؟ نعم هذا منزلنا، تفضل أرجوك. نعم أحمق، ليس أنت، الضيوف أول. طبعا طبعا أرجوك تفضل. شكرا، هيا لندخل يا بال. ما الأمر يا بال؟ سيقدمان لنا الطعام والمأوى، أليس كذلك؟ بلى، سأحضر لك الطعام بعد قليل، فانتظرني هنا. يبدو لذيذاً. الحساء ليس ساخناً كفاية، تفضل دون شكلية. نعم دون كلفة. في الحقيقة كنت جائعاً جداً. أرجوك كل قدر استطاعتك. كثيراً. نعم وبال؟ لا تخف، سأعطي منه لبال. نعم ولبال. حسناً لنبدأ الطعام يا بوتشي، هيا. ماذا ستفعل بهم؟ هل ستبقيهم هنا؟ قد يكتشفون حقيقة أمرنا ويعرفون أننا مهربان، فيكتشف سرنا ويخبرون عنا. لا تتكلم بصوت مرتفع، سوف يسمعوننا. هذا كلب من جبال البيرينيه، نستطيع بيعه بسعر مرتفع. بسعر مرتفع؟ أحمق، قلت لك لا تتكلم بصوت مرتفع، مفهوم؟ غبي، لا أستطيع سماعك وأنت تتكلم هكذا. أبدا أبدا، هل تفهم؟ ماذا يجب أن أفعل؟ تكلم بصوت معتدل، هل فهمت؟ نعم، لكن الكلب هو الصبي. الكلب سيكون لنا، سوف نأخذه من الولد. كان لذيذا، لقد شبعت. بوتشي لا تنام، سنرحل الآن. لا أريد النوم هنا، لا أريد النوم. ادخل. لقد نام، فرصة جيدة، فرصة مناسبة. خذ اربط هذا الكلب، اربطه جيدا، هيا تحرك. وبعد ذلك نبيعه في المدينة طبعا، ألا تفهم يا غبي؟ هيا تحرك، تحرك من أمامي. بل أنت كلب طيب، أحضرت لك قطعة خبز، خذ إنها طيبة. إنه ينبح علينا وأنا خائف منه. إنه مصدر للمال، اذهب من تلك الناحية. نعم حسنا، أنت كلب طيب، ابق حيث أنت يا عزيزي. النجدة، 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 النجدة. بل ما الأمر؟ أعطنا هذا الكلب أيها الصبي. ماذا؟ بل؟ نعم قررنا الحصول على الكلب. لقد قررنا ذلك. كلا، ابتعد أيها الولد، سوف نحصل على الكثير من المال إذا بعنا الكلب.
هذا ما كنت تريده منذ البداية إذن. صحيح، الآن لقد فهمت. يجب أن تحذر من الكلام المعسول. لن أعطيكما بل أبدا أبدا أبدا. لا يمكنك ذلك أيها الصبي، امسكه. بل أهرب. امسكه. الويل لك يا ذبي رأسك. لم أقصد ذلك. هيا بال، هيا لنهرب. امسكه، انتظر، توقف، توقف. انتبه. كنت تعرف ذلك، لهذا السبب أردت منعي من الذهاب معهم. أنا آسف لأنني لم أصغي إليك. مهما كان الكلب سريعا فهو لا يقارن بالشاحنة. إنه لا يقارن مع الشاحنة. سأمسك به مهما كلف الأمر. اصمت، هناك صخور كثيرة يا غبي. سأصاب بردود كثيرة هكذا. أرجوك أرجوك كن لطيفا للقيادة. لا تطيع بكثرة الصخور، ألا تفهم يا غبي؟ لقد عضيت لساني. اسكت، ماذا قلت؟ عضيت لقد علفنا. لنذهب الآن يا بال، لنذهب. سأجعله يدفع الثمن غاليا. نعم يدفع الثمن. لم يستسلم بعد. مندوزا اسكت، انا مشغول الان، ابقى ساكتا. لكن قلت لك اخرس، ساخيط لك فمك اذا بقيت تتكلم. اين ذهبوا؟ ذهبوا في هذا الاتجاه. لماذا لم تقل لي ذلك قبل الان؟ أنا غاضب، غاضب جدا، يجب أن أقبض عليه. مندوزا اهدأ. اخرس. مندوزا. ها
هذا الصبي سأنال منه. لنتوقف عن مطاردته. لن يتوقف عن مطاردتك. اخرس ايها الاحمق. وصلنا إلى نهاية الطريق. حسناً يا بيل. لنستسلم يا مندوزا. لنستسلم. لن أستسلم أبدا. ماذا ستفعل يا مندوزا؟ راقبني. إذا استطاع الكلب فعل ذلك فلما لا أستطيع القيام به أنا أيضا. توقف توقف. لا يا مندوزا توقف. ماذا يجب أن أفعل؟ تعال يا بال. النجدة النجدة لا أستطيع السباحة. النجدة النجدة. إنه هناك. سأنتقم منك. سأنال منك بالتأكيد مهما كلفني الأمر. سوف نناله. سوف ننال منك. ترك سيباستيان مندوزا ومونوز يتخبطان في المياه حيث غرقا، وتابع سيره مع بيل وبوتشي، وبقي الرجلان مصممين على اللحاق به وعلى انتزاع الكلب منه. وفرح سيباستيان كثيرا ساعة أطل على أول قرية مر بها بعد هربه منهما، وأسرع بالوصول إلى البلدة. ولكن هل سيتمكنان من الهرب بأمان؟